بسم الله. ده ايه الالومنيا ده؟ ايوه ده المفروض ان هو افضل معجون يتحمل حراره. الله ينور عليك. ده الحراره المعجون ده افضل حاجه ليه. شاش معاك ما يطلعش الكلام ده كله. ده يعتبر معاك مثلا في الحوض او في جنب العربيه والحوض عشان يستحمل الاهتزاز والحاجات ديت الحراره العاليه. دخله بودره الومنيا. امسك كده وجرب. يبقى دي المعجون الالومنيا اللي اتكلمنا عليها. ايوه دي بص كده ما ينفع حبيبات الالومنيا ايوه. دي مقاومة للاهتزاز ومقاومة للحرارة العالية. الحرارة العالية على مستلزمات في داخل الأفران. لا معناها تستخدم في حوض العربية. حوض العربية. اه. جنط مثلا جنط عجلة برضه بيستخدموه في جنط العجلة. ماشي. تاخد عينة أحمد؟ لسه معايا في التروس. تاخد عينة؟ ماشي. أيوة أحمد. انا هصور ده يا جماعه. نسبه الخلط 100 جرام عليهم 2 جرام من الانبوبه دي بتصنفر من الثلث ساعه لنص ساعه. وزن ماس محمد صح؟ 2 جرام وزن. 2 جرام اي معجونه كده. اه بتنور الدنيا يا منير حبيبي. دي خامه الريزن الموجوده فيه. ينفع اصور الراجل ده عادي؟ ينفع اصوره عادي؟ اصوره عادي؟ اه هو اسمه يعني اسمه عبد الستار. يا استاذ عبد الستار ينفع نصورك عادي؟ وانت بتتكلم كده ينفع نصورك وانت بتتكلم كده؟ هو زي اي معايير احنا بنحطها كده هندسه. هو دي معايير بنحطها على سكينه زي درجه حراره زي كده مثلا في الشمس لو 10 دقايق وتمشي. ما هي ما تتوصلش بس بتنزل على 2 يعني على قد الشغل انت عشان ما تتشفش منك 2 جرام دول حسب الوقت اللي هو ايوه حسب الوقت هو حسب درجه الحراره. نور الدنيا يا عم علي. لان كل ما بتقلل المصنف خلي بالك بيعمل معاك تلبيده في الصنفر. يا جماعه دي وقت الشغل بيها مكتوب في النشره الفنيه بتاعتها 5 دقائق يعني المفروض تكون ساحبها على العربيه قبل 5 دقائق. بس احنا لنا وقت بنظبط المعجونه برضه خلي بالك. اه تمام انا عارف عارف فاهمين بس اسحب حته صغيره حته صغيره مقصود بالكلام. شوف الناس بتسحب كميات كبيره ترمي نصها في الارض. اه ترمي نصها زي ما انت شايف كده يا جماعه. اللزوج عامل غير ما يحط تنر من غير ما يحط حاجه خالص. المعجون بنستخدمها زي ما هي. بس ال 350 ما بيبقاش مرن كده قوي. نجرب لك وقت 350. وهي العلبه لسه كبيره. وهي على فكره دي متعبيه من الانتاج. ده اللي بيطلع بره بالظبط في المحلات. يعني ده اللي انت بتشتريها. مش يعني بشتريها بتبقى مش مرنه في هي بس لو انت شغال. قعدت كده انت قعدت 4 دقايق. لا 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 بس فيها تخريب. ما هي بقى ما اقول لك انت دلوقتي انت هتقفل المسام ده ازاي؟ تخريب راحه على فكره. ايوه ايوه لسه كمان اهي بص اهم حاجه الكاويه دي. هي طريقه السحب ليها علاقه انك تدير التخريم؟ ايوه التخريم لما انت بتاخد حته الدوران دي لو انت في السحب معاك في سطح كويس بتقفل معاك يعني. طريقه التقليب لسه فيها جفاف خلي بالك. جفاف معاك شغال اشتغل بايدك. بتقعد 5 دقايق قبل ما تجف. اه الجفاف بتاعها اه بحس ان انت برضه كده في 5 دقايق على ال 5 دقايق على السكين لكن هنا على الجفاف عشان اصنفر من تلت ساعه لنص ساعه. تمام عند درجه حراره تقريبا 20 كده مثلا. عند اه بس هو اللي بيساعد على خروج الهواء من المعجون واحنا شغالين بالنسبه للتقليبه نفسها. اولا ما تنفعش تقلب وايله كده التقليبه. أيوة. التقليبه يا جماعه في المعجون ليه طريقه معينه ما ينفعش اقلب اي تقليب. مش زي ما بقلب البويه. بص يعني بص كده بحيث ان انت ما تقلبش دوران عايزين قلبك اللي بتاخد معاك هواء. الافضل انت بتقلب كده. اه قلب لي كده قلب لي تقطيع كده. ايه انا لا بقلب كده. هو التقطيع ايوه كده هو التقطيع. ما بقلبش كده قطع العلبه. اه ايه ده بتاع البويا. ايوه تمام مظبوط. ايوه كفايه عشان انت كده ايه بدات تنشف وهتبدا تعمل عيوب في السطح. العيوب اللي هتظهر دلوقتي دي بتاعه السطح. بس طبعا طول ما هي كده
مش محتاجه تقليل. مش فصل. لا مش محتاجه تقليل. انما لو في فصل الريزن في ناس برضه ممكن تفصل الريزن في ده الريزن بتاع الجرنيش ايه المعقوله اللي بتقول عليه الورقه كله اه دي على فايبر لا دي معقوله ده كلها فايبر هندسه لا دي لا لا دي ده العاديه دي العاديه دي المعقوله العاديه 350 بتاعه كبسه التقليل بتاعها يبقى كده بس في حاله لو في ريزن عليها طول ما هي كده مش محتاجه تقليل اه هي كده ماشي ممكن نسحبها لهم اللزوجه دي انا اسحبها قدامك اهو هي بص ما هي دي اللزوجه بس بيقول لي اللزوجه عاليه يعني تمام مبدوع كده 10 اكتر من كده ممكن نجيب قلبه قديمه يعني طيب لسه جديده البيتا وهي لسه جديده ناشفه طيب دي تعتبر جديده تمشي كده بس في السحب زي دي تعتبر جديده هو التقليل بيخليها فتره درجه الحراره برضه ممكن هي لما نفس المعجون اللي استخدمها في الفيلم يا جماعه الوقت هنسحب لكم مجموعه الميكس اللي هي خليط بين المعجونه العاديه والمعجونه الفايبر دي مخلوطه دي اه اللي بقى له ده بقى معلم بالطريقه بص بص تقليل دي فايبر على طول دي فايبر على ستنج عادي يعني دي مفيش منها 3 كيلو آه الاوزان الثانيه هي دي اللي وصلت بتاعتي يعني دي ما تكفيش دي سكينه بالظبط خلي سكينه عندنا بس ده فايبر على والله ممكن لو طلبت انت لو شفت الاماكن بقى اللي احنا بنعجنها انت هتقول لا انتوا مش عايزين معاكم انت لو طلبت دي رقمها كام ده يا عم علي؟ 365 انت قريت تقريبا كده مش اه طب ايوه طب يعني ممكن تورينا كده التخريم بيحصل ازاي وتقلب كده مثلا بص لو انت قلبت كده ده غلط ليه بقى ايه اللي بيحصل بقى تمام في القلب ايه يدخل هواء جوه اه شوف هو الافضل ان انت بتقلب كده كده انت الهدف من التقليب ان انا الريزن ده اخلطه مع التركيب ايوه لكن يخلي المعجونه مرنه معايا مش ناشفه تمام بس نفس الوقت ده كويسه معايا ده اللي هو الميكس ده الالومنيوم فيه دي عليها حبوبات الومنيوم اه هو هيمشي برضه خلي بالك ويوفر معانا كتير اه حاجه محترمه يعني انا بشتغل انا بسيبك اجيب فايبر ده موجود من زمان في السوق خلي بالك موجود والله يا عم اللي هي الخفيفه اللي بتملى ده اللي هو اللي بيملى ده هو 351 ده اللي هو الجي بيتقال عليه الجليز صح؟ اه خفيفه كده معلم خفيفه نروح اديناها لكم مره ثانيه حلو كده حلو ايه اسحب لك المعجون ميكس انتوا جربتوه يا لايت عايزين ال 355 اه المطاطه دي اللي الميكس ولا عايز الميكس هو ولا لا لا ال 355 بس هقول لهم على الاسم على لازم ايوه مش هتفرق على ال 355 سيد ماشي دي ال 370 يعني كده مهندس محمد لو انا معايا عربيه المعجونه اللي انتوا بتقولوا عليها الطريه بنسحبها على ورق زي ده وبعدين بنمسك الورقه ونعملها من ماشي نشوف المرونه بتاعتها اللي هو بتاع الموضوع بتاع المطاط. لا دي معجونه اللي انت قلت لي اللي هي دي المطاط. انا بكلمك بالنسبه للصوره. دي فوم. لا الفوم 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 ده الفوم عشان وزنه خفيف. فين بقى؟ لما تعمل نفس وزن الدين. فين هي المعجونه دي؟ رجاية. اكسر انا. ايه ده المعجين دي في منها جوالين كده؟ دي جوالين؟ اه في منها بس ده بيطلع تصدير اه بس دي قديمه شويه ده اللي هو اللايت ده؟ في ال 350 ده 74 مش
احنا شغلنا كله اساس ده كده ورينا ولا انا كده دي الخفيفه ولا دي الخفيفه دي 74 دي برده دي الفوم ودي الفوم بس دي بتطلع البيض معايا طيب كويس طيب كويس ونعمه بعدين انا نعمه مسكها كده بايدك بس يبقى دي اللي هي الفوم ايوه ولسه وكده ناقص ده انهي معجون نعمه نعمه كويس كويس لايت ويت خفيفه ونعمه خفيفه ونعمه لايت ويت يا عم احمد دي اللي هي الفوم يعني ايوه لايت ويت بس دي بتطلع لبلاد معينه دي ما خدناش جوه دلوقتي لا بص اهي اللي احنا خدناها جوه اللي هي دي بص رزناها خفيف دي اللي هي ايه دي بقى دي رقم كام دي دي الفوم ايوه عايزين نجرب الفوم دي هنسحب دي اللي بتعوز بعد منها 351 355 كده يا عم احمد انت عامل لي موظف النهارده امسك كده وشوف هي كلها يا عم علي ايه اسحب لهم ده يا عم علي حاضر بس ها ماشي يا باشا ماشي انا 55 الناس تكبر الحمد لله صح ايه رايك في الاداء بدل ما ده بيتكلم على التركيبه بتاعت المكونات ايه طريقه التقليب دي يعني مهندس محمد لو جبنا علبه زي دي بالظبط كده اهو مليناها ملينا الاثنين اللي هو وزن ايوه دي تعمل وزن اقل وهتشغل نفس المساحه وهتشغل نفس الحاجه لكن لو جبت مثلا 2 كيلو و2 كيلو او 5 كيلو 5 كيلو في جالون دي ال 5 كيلو في ال 5 كيلو من المعجون العاديه هتبقى صغيره الخمسة كيلو من المعجون هتلاقي نفسك هتعمل مساحه كبيره انت 350 صح مليون تعالوا نطبقه على سطح مدلدن كده 350 ما انا بكلم مصنع دلوقتي بيقول لي مش مستحب يعني هو مش مستحب لكن هو ينفع في خواص ان هو ممكن يمسك عادي لكن احنا عاملين له معجونه خصوص مدلدن ليه احنا اللي هي المعجونه المايلابيه اللي هي بتطبق في مساحه 5 × 10 سم بيشتغل سطحين الالومنيوم ومجلد ام سي بي ام سي بي مصيبه انت ما خدناش المعجونه دي ايه خدناها جوه دلوقتي لا ام سي بي مصنع مصيبه مصنع مصيبه اشتغل بالمعجونتين دول معجون الساكتين دول عنده الساك بتاعه سمي جلده وشجر الالومنيوم على ده خسر كله فده المعجونه المرنه دي المرنه اللي رقمها كام دي دي 355 بس دي بتتمعجن على البلاستيك على طول بدون اي برايمر ومش لازم بعد منها معجونه ثانيه تصنفر وتاخد بتاخد الفيلر بقى على طول ده جاهز للصدام جاهز للصنفر للصدام وصنفر وطهر زي ما مصر صنفر وطهر نطبق المعجونه دي على طول نطبق ونصنفر وندي عليها فيلر مش محتاجه معجونه نعم عليها او حاجه لو محتاجه ممكن تاخد اشياء جنبها لو محتاجه لان هي لحد ما فيها خفيفه برضه شويه المعجونه نفسها نعم الفيديو ممكن يكون فيه اوقات او حاجات كتير مش مهمه عند بعض الناس بس انا بصور كله عشان الوضع يبقى كامل يعني لا جميله دي دي اللي انت بتقول على الفوم اللي هي الفوم دي الفوم بيسموها الفوم بيسموها ايه يا وليد ولا احنا الكبسه بنسميها الخفيفه دي ولا الخفيفه بيسموها الفوم دي اللي بتحتاج 351 بعدها زي الكبسه او دواء زي الكبسه دي العاديه بس بقى المعجونه دي
بالنسبه احنا بنتكلم عن نفسنا وعلى شغل اصلا بالظبط. في صغير قوي يعني، مش اللي هو برضه يعني، ممكن لو طلعت نعمه معاكم مش لازم تمعجنوا عليها على فكره 351 او حاجه. بتبتدي تشتغل في شغل المحاضر. اه ايوه شغل المحاره، احنا بتوع محاره. هو عشان هو ليه دعوه بالساعه ولا بتوع محاره؟ انا بتوع محاره. بص هنا هنا مفيش، هنا في تخريم شويه، هنا مفيش. ودي مكانة الصنفرة، دي واحدة شفت، انا بحب المكان ده اللي هو المبطش شوية عن المكان العالي ده. بس ما شاء الله شكلها حاجة قوية. تقريبا المكان دي خمسة على فكرة. هو الفرق بينهم اللون بس مهندس محمد ولا في حاجه تاني؟ هو الفرق بين الاخضر والرصاصي اللون؟ اللون بس. اللون بس. اللون بس. اللون بس. التكييف بتاعه 1.5. واحد على المسطره. على المسطره. يعني كيلو على النص. مال اه بص مطبوع عليه كبسه يا ترانستيك، ده بتاع فيلر اللي هو البي 1 ده. الفونيا بتاعته كام ده؟ مش عارف. ده الاصلي ده ينفع هنا يا عبد الله. ده البوكس يا عم احمد ودينا لك احلى بوكس في الدنيا يا عم احمد. الله يخليك يا رب. عايزين نقلبه في المسدس ده اللي هو تي 10 ده. ده مسدس 1.3. وده هو ده كده، ده واحد ده واحد وعرض تمام بتاع البرايمر ده. ايوه بتاع الفيلر. دي المصادر ايه؟ ده المصادر بقى. خلينا الفيديو انا سايبه لكم ايه على راحته، يعني ممكن تلاقوا في حاجه جت كده حاجه جت كده، انا مش فاضي بصراحه، وكل حاجه تكون على طبيعتها احسن. دي انواع المصادر 4-1. دي بقى بتعرفها عن طريق ايه؟ يعني مثلا هتلاقي علبه مكتوب عليها البوكس ده زي ما عملنا بيشتغل بالعيار زي البوليس. ايوه دي 50-30 او يشتغل بالوزن، تشيله عليه 300 جرام عليه 300 اونصه. البوكس ده عشان يعمل صفحه على بوليس، صفحه حديد، صفحه مجلفه، ده الحل السحري لاي صفحه انت مش عارف تبتدي عليه ازاي، مش عارف انت مش عارف الحديد ده ايه، هو ده الحل بتاعه. المسدس اللي احنا شغالين بيه 1.8 عشان يدينا البن العالق. البوكس ده هيتلبش في الحديد او في الالومنيوم، وبرضه الغايه والخامات اللي بتنزل على البوكس بيتلبش فيها برضه، يعني بيتلبش من تحت بيتلبش من فوق. قوه تماسكه عاليه جدا. ما هي الاختيار ده؟ هو ده كده ده مجلفن ده منصحهم صح؟ ولا ده حد؟ ده صاغ عادي ده؟ لا ده انا بلاله خالص. كل عارفك ايه؟ لا زعلانين مني انا عارف. بس تخفيف يا جماعه اهو اللي عايز يبص على التخفيف. طيب مهندس محمد انا دلوقتي جاي لقطعه عليها الـ البرايمر من المصنع بتاعها اللي هو الاسود ده او الرصاصي ده، لازم ايبوكسي ولا ينفع ارش اللون على طول؟ لازم ايبوكسي، مش يعني ما تشيلهاش،
لو شلته يبقى لازم ابوكس. اه مش هشيله، انا جاي لي قطعه عليها الاي دي الالبو بتاع اللي هو الاسود ده والرمادي ده، ينفع صنفرها فيها وانزل عليها لون وورنيش بدون طريق على طريق؟ ما ينفعش ابوكس او فيلر طريق على طريق. او فيلر طب ايه اللي يحصل لو رشينا عليها ابويا سيد او بيز مثلا وورنيش؟ مش كده طب ما حتى لو اتصنفر مش هي دهان برضو هينزل عليها دهان؟ مش قديم ومعمول مخصوص للحمايه اكتر من الاديجن. لازم السيستم الجديد. الفيلر بقى بينزل يحصل التماسك. هو في تماسك، فانت مش محتاج بقى لبوكس. بس ممكن الفيلر ما يمسكش عليه، يبقى البوكس افضل. الامن ليا البوكس. انا شغال كده في ام سي بي. ايوه لا ما تخش بالبوكس او بالوش بوينت. حتى المهندس مدحت قال لنا هو دلوقتي ان ما تطبقش المعجون على الفيلر كمان برضه. لا هو قال لك ينفع. بس مش قال لك ينفع بس مش عامل قوي زي البوكس. زي البوكس شغالين بيه كده برضه. احنا بقى لنا من ساعه ما ربنا خلقنا شغالين بيه كده. البوكس ده لسه جديد. هو شغالين بيه. هو ينفع شغالين بيه بس هو بيتكلم في الاحدث قوي يعني. بس هو مش متوفر الماده. لا ما البوكس ده ما ينفعش تحط عليه 51 ولا 52. 51 تهم ده يتنر؟ ما ينفعش تحط عليه المكان ده. البوكس ده بتاع الطيارات ولا بتاع السيارات؟ هو دي برضه؟ انا شغال في الصيف اللي برضه. بس انا ما نقدرش نشتغل في جو حراره جامده. دي واحد تجهيز دي. يعني انا بره بس عشان الشارع في الحراره دي سجل اسوق ما يقدرش معايا جل معاك. خلاص كده انا بعمل زي الجيلي. مصلب الجوه خلاها ريشه. قطع قطع خلاص مش هيطلع معاك المسدس. طب احنا عندنا بقى مسدس كل حاجه في شغال في العربيات ماشي، شغال في الكشف ماشي، شغال في البلاط ماشي. بس اي حاجه هو بتجيب فلوس شغال. وحد يقول الشغل انا عايز حاجه العربيه وبعد كده هيجي النص او دخل عليه وقت ونص عبره وبعد كده وش ده ايبوكسي. لا ده ايبوكسي بس زي الفلاتر. طيب انا دلوقتي بقى اهو كبسي جالون على بعض جالون مبلغ يا عامل حوالي 1000 وحاجه ان شاء الله ربنا يسامحك. انا بجيبه بشغله فيلر. بقول لك البوكس ينفع يشتغل فيلر عليه؟ تقدر ترش عليه بعد كده حط الفيلر وتقدر ترش عليه. طب عايز اخد رايك في حاجه. انا بمسك الايبوكسي ده وبرش اهو، لو رشيت عليه فيلر دلوقتي بيقطع بيعمل كده تفتيح
بستنى نص ساعة وبرش على الفيلر عادي. ايوه صح. لازم تصنفر الاول. برش وطالع على الطريق. لازم تصنفر فيها زي الجامعة معروفة يعني. طب اقول لك حاجة وساعات بستنى على شوية. لازم تصنفر حتى بالفيلر بتصنفر. انا هاخد الابوكس ده ناحية ازاي زي الفيلر مش زي التاني. مش خشن. لا مش خشن. نقدر نرش عليه مثلا بويات. الابوكس ده يعني رش بقى فرن. ايوه فرن. طب بدون صنفار مش مهم. انا دلوقتي هستنى نص ساعة و عشان تنزل صنفار تنزل الجديد بالعيد. ما هو لسه طري. لا هو الجبت معاك كويس تروح جوه في الدش ايه صنفار تاني ينفع الشغل عليه كده وهو عامل كده الحبايه دي. انا مش مهم عندي الشكل يا مصري. انا مش مهم عندي الشكل. انا بتكلم على التماسك بس. يعني انا ما انا ارش طالع على طول. يعني استنى تقريبا نص ساعه ساعه وارش عليه فيلر ساعه وارش عليه فيلر على طول. او دهان نهائي لكن مشكلته انه هيعمل لي اللي هو الشكل ده. هو لازم يشتم ولا ايه؟ ينفع تصورني معاه؟ اه ايه؟ لا لا مين لا يبقى تاني وش بقى وشين هو اللي هناك ده منسح من عشر صح؟ منسح من عشر اللي هناك هو الثاني يا مريد سلام عليكم ايوه بس عامل ايه؟ تمام انا عشان بكلمك على النت بس لا بتفكر بقى والله اه بكير ازيك يا امرك ايه لا يا باشا عامل ايه عايز صور معاك ده حاجه وماله بس عامل ايه عامل ايه يا والله نور الدنيا كلها الله يكرمك انا مزهقك معلش لا يا احمد راجل استاذ يعني لا انت احسن والله لا بس انا عارف ان انا بحكم عليك بصراحه يا باشا لا بس بيبقى الواحد انا عايز اعرف الحاجه يا باشا ده صح كويس انت مساعدنا يعني انت عامل ايه تمام والله عامل طيب هو ده احمد يا عم اللي قابلنا يا عم الراجل والله لا مزعل قول لي لا مش مزعل انا متاكد انا مزعل لا لا العب حبيبي واحد نورتنا بخير والله ازيك انا كل خير انا مبسوط انا شفتك مبسوط انا شفتك والله طيب 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 يلا لسه ما طلبين يا عم لا الغدا بقى لازم نغديك بره ما ينفعش على المحل اهو كده اهو ماجيك يعني بحس بس لو دي في الترخيص لا والله ممنوع ترخيص بتعمل بقى في الديكورات اه ديكورات ده منزليه حاجه كده لا مش خشب عوضة لون على عزام الضوء ايوه ان هو اللون فعلا تيجي له كده بيجي بص كده اللون يتغير تماما اصفر كده بقى بنفسجي هنا بص الحته المخدره دي نيجي كده تلاقي الخضار اتحول لحاجه تاني طب ده لو نوع ليه لو انا مدير نقول عليه لو هنديله لون اسم بيتسمى يعني انا بسمى افضل من الزرع بيتسمى كده ما هو مخدره اهو ايه بقى مخدره يا مسا ده ماجيك وده ماجيك وده ماجيك لكن ده وده ماجيك ممكن نقول ده ماجيك بصفار وده ماجيك بحمار وده ماجيك بزرق ايوه بيدي بقى الكبات بتاعته ايوه وده ايه ده ايه ده مظبوط
خليك بركه الراجل ده صنايعي ده صنايعي اه صنايعي حلوه والله فرصه طيبه خالص عايزين بقى ننزل الاسراف بقى اه عايزين ننزل الاسراف ما انا عارف عايزين فيديو فيديو شغال اه ما هو انا ده بتاعتك لو ما لقيتش صورت فيها مش هخش ايه ده انت لازم والله العظيم ده شرف الكمال شرفت بيك احمد جمال ده المعارض التيم بتاعي وانا جاي في العربيه ده المعارض بتاعك وده ماجيك برضو منصف عام بس لا ده مش ماجيك ده دي علب التخفيف تقريبا يعني علب التخفيف ده ماجيك برضو منصف عام مش ماجيك برليت ماجيك بس اسمه ريمبو ده مش موجود مش ايه؟ مش موجود ريمبو قوس قزح اه الوان قزح وده الوان قوس قزح لا ده بس ده بس وده ماجيك لا ده زبالة اسمه ايه ده ماجيك وده زبالة 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 موجود في السيستم لا لا بالصوت اه ده زبالة ده زبالة عامل ايه ده زبالة ابيض ها على ابيض سوري ده زرالك ابيض على ابيض سوري ده زرالك ابيض اه ده اه على ابيض سوري بس زرالك اخضر على ابيض سوري ده زرالك ازرق على ابيض سوري اه ده زرالك اخضر اهو اه زرالك ده اللي هو ايه معنى كلمه زرالك دي زي البيرل كده اه البيرل زي البيرل بس حبايه عاليه شويه حبايه ده في السيستم بتاع كبس المعروف بس ما شاء الله مصطفى محمد يعني السيستم كله معاك صح كده؟ لا ايوه انا ايوه اه يعني الحاجات دي حضرتك عارفها يعني عارف ده والالوان بري ايه ده بري ما انا عارفها طبعا بس انا مش خبير الوان يعني مش بتاع تلوين اه لكن فيها لكن فيها ايه؟ اه التخصص بالظبط يا مصطفى محمد الحته الكيميائيه لا انا دعم فني دعم فني منصح احمد دعم فني منصح احمد ده حبيب ملايين انت احسن من الدنيا كلها منصح بجد يعني جزاك الله خير ربنا يعينك على اللي انت بتعمله والجزاء كبير على اللي انت بتعمله لان دي حاجه ما فيش حد بيعملها تقريبا الله يبارك فيك توجيهاتك كلها منير يا باشا العفو انا ضايقكم معاه والله العظيم يا باشا ابدا ده سيستم بريما ده سيستم بريما ده برضك بيز عادي واكريليك برضه اه بس حاجه احدث من السيستم ده وده ده ده اللي هو موجود في السوق لكن ده الساتوريشن بتاع الالوان اعلى بكتير من ده ايوه تلاقي عدد التونات اقل يديك جوده اللون بسهوله ايوه صبغيته اعلى الفورمولا مثلا التركيبه فيها 30 بند 20 بند 15 لا ده ممكن الخمس ست بنود بس يديك الايه المطلوب مهندس احمد حضرتك طالع في الفيديو عندك مانع او حاجه لا يا باشا طبعا ربنا يبارك لك منصح احنا المعمل ده لينا قاعده معاه ايه ده ايه ده ده البتاع ده خرطوش انا شفته بيترش ايوه ده الديد لاين ده هو مد شكل الاندر بودي ايوه امال هو ايه بقى ده الترش بيه البوكس بتاع العربيات الورا ده من جوه ايوه يعني ده مقاوم لو هيجر حاجه او يحمل حاجه وده ايه ده ولا ده نوع اكسر ده دهان برضه اه ده برضه هو حاجات اخشاب بصوا بقى المنظر ده بصوا المنظر ده غرفة التجهيز ودي الكابينة بتاعت القش بص انا بفضل الله مصور لكم بص يعني بحاول اجيب لكم كل حاجه ديت مش عارف هي حاجه كده بس اكيد شكل من نوع تطبيق من الدهانات هنا بقى لسه اكيد هيجيبونا كومباوند والبولش والحاجات ديت حاجات بقى كده اختبارات بس ما شاء الله حاجه كويسه يعني ماشي
بسم الله. اتبسطت يعني؟ اه والله الحمد لله زي الفل. اه يا باشا. ده كده المعجون البلاستيك ده. زي جلد. بعد ما نشف كده جلد اهو. اهو عشان حتى لو عربية بتريح على العربية. اه. تبقى مرن معاها. طارق. ياخد يد مع الاكسدام. لما ما تدي معجون حديد تبقى صلبة وبتكسر معاه. تيجي تلقى واحد مريح لك على العربية. طب وتقليب المعجونه بقى معاه على البغا والسكينه يكون نفس الطريقه كده عشان ما يخش هوا برضه؟ لا عادي انت خلاص. لكن جوه العلبه اللي ما نبلاش نلف كده. انت تقعد تلف كده في ثانيه ملون انت عارف ملون ياخد الهواء جوه السكينه كده يا احمد بتاعتك البيت كده بلف بيها. ايوه واعملها وبص انت مش تايه. الله يبارك فيك. بيضرب كانه بيضرب سيل بلاستيك وده اللي هو الفوم ده. اه بس بقى الصنفره ناعم برضه مش مخرب يا باشا. ناعم يعني لو مش محتاج قشره ناعمه ممكن. أوه. على حد لو انت هو 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 بيخرم على سنه. هو حبيباته كبيره عشان حبيباته كبيره. بس انت بقى ممكن تديله قشره بعد كده بتريح دماغك. تروح تديله قشره عشان ما يبقاش فيه تنفيسه. والملمعات احنا كنا عايزين نتكلم عن الملمعات كي 40 وكي 20. ما فيش وقت. الناس جايه متاخره. وده بامب ده بتاع مطاهر. ده البامب بتاع المطاهر. حط فيه مطاهر. حلو. هيا حاجه. ايوه لفت اهي ولا زي الفل. انا مفيش اكسدام هيبس كده. ايوه ده بريك لخبر. ده الديجريزر اللي هو مزيل الشحوم المطاهر اللي هو بتاعه. ايوه خدت شنطتك ولا ما خدتش شنطه؟ شنطه دي شنطه هناك. هو قال لي في شنطه تاخدها كده. طب ما ممكن اسافرك. طب انت عارفينك انت هنا. انا طارق لهم اهو. دي جاد باودر دي. حلوه برضو بتبقى مهمه شغاله يا باشا. اهو مصاريفك هتدخل والمعجون هيبقى حتى لو ممكن تستخدم في داي بان بقى لو في خراب او حاجه. مفيش حاجه اعملها استنى. ونصنفر بتصنفر عادي. احنا بينك بقى صنفرنا صنفر يدوي يا عم. لو في اي بقى خرام او حاجه تبان لنا بدلنا. مفيش حاجه يبقى نبطن على طول. ما دام مفيش نقرات سودا يبدا بقى يبان. ده انا شايفه ناعم كمان مش خرام او حاجه. احنا بن عم ناعم. ده انت كمان انت بتعمله بالبرد. انا متهيألي بطن فيه العرق كده. تبطن فيه العرق ما دام مفيش حاجه او حاجه. جزاك الله كل خير. ده الالومنيا. بص يا محمد السكينه بيانات لك اهي. ايوه. ايوه البودره اللي هناك يا جدعان. الله يبارك فيك. منورتنا يا كريم. الله يبارك. انا سعيد والله اني شفتك. جزاك الله كل خير. لسه محمد بيتكلم عليك. مصنع من وافي؟ اه. يا حبيبي. قال له قلت له يا عم محمود انا عامل ايه؟ ها؟ هو بيسجل فيديو صح؟ ايه ده؟ هو بيسجل فيديو. هو كده فيديو. خليه زي ما هو كده بيسجل فيديو. ماشي اتفضل. بس وانا هنا كده افصل الفيديو يعني واخليك صور. زي ما هو فيديو. ماشي نورتنا يا ريت. نورتنا حضرتك. دي كده مسدسات خاصة بشركة ساتا. بصوا بقى الاحجام والاشكال والحاجات اهوت. اتش في اللي بي جيت اللي هو 1500. مش عارف الحاجات دي ايه يعني بيعملوا بيها. مش فاهم بصراحه. بتكون تدريبات او حاجه بس ما شاء الله حاجات كويسه يعني. دي تقريبا زي مسدس هواء كده ولكن بيوزع الهواء بشكل دي او دي مبيعات او حاجه مش عارف بصراحه. ديفيلبس ده دولاب يبقى كده. ده خاص بالديفيلبس. بصوا المسدس ده مسدس بشمسيتين ده او حاجه. جميع بقى اشكال الديفيلبس.
فوم دي بيلبس دي بيلبس مسدس اللي هو بتاع الحله ده. حاجات للبيع دي؟ لا هم اجوا وعمل عندنا تريننج هنا وجابوا المسدسات واشتغلنا معاهم يعني. ده بيوزع هواء ده يا عم علي صح؟ ده موزع هواء وده عداد في نفس المسدس. شفت الفتحه المسدس ورا اللي هو بيركب في المسدس من ورا. تعالى تعالى كده وهنا ده ايه ده عم علي ده؟ معلش ده ايه ده؟ ده خزان اللي هو المسدس الضغط. خزان بس انت دي خاصه بالديفلبس ودي خاصه بالسيت. شغاله اتوبيس مثلا مطلع ده ايه حاطه في الحزام ده 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 دهان حاطه في دهان خزان بويه. بص والدائرة مسدس برضو اللي جوه ده خزان بويه مسدس بتاعه اهو. خزان بويه اخد له 2 لتر ونص دهان بويه محطوط. مسدس هوا من هنا والدهان من هنا حط هوا خاص بتاعه حط الدهان. وده ايه ده مسدس برضو شركه دي شركه برضو نور عليه كبسه. نور ده معمول لشركه كبسه احنا عاملينه بنديله الصناعيه الصراحه. ده الماده اللي هي شبه اللي دي ما شاء الله الكابينه دي مسدس هنا الصلاه على النبي الصلاه على النبي اللهم صل على النبي الله اكبر. ده بقى الساته ده بقى العداد اللي انا بقول لك عليه ده هو ده بيركب العداد بيركب هنا بقى الله ينور يعني ده وده برضو عداد اهو عداد برضو لكن ده بالالكتروني يعني ده الالكتروني الثاني ده بتروح شال ده الثاني بقى بدل اللي هو بيركب هنا مثلا كده المسمار بتفك كده وتروح حاطط العداد. ايوه بس انا حتى الورشه بتاعته طلع تبقى كويسه ومريحه يعني. الله يبارك لك يا عم علي خلاص. ده بقى بيت الورق فيها تطهير برضو كويسه 100 100. الحاج احمد يقول لك المكان ربنا يوسع عليكم عليك ما شاء الله حاجه جميله بصراحه. بس والله هي حركه حلوه منك انت بتحاول ده كان حاطين في الكومباوند وكان عايزين نشرحه ده بقى ما شاء الله الدوره اللي جايه. ماشي الكومباوند و كي 40 وكي 20 ومثالي في جوه هنا اهو وده ده ايه ده عم علي ده؟ دي تبع تسكر مكنه الصنفره الصنفره والحاجات دي اسمها فوق مفهوم. ايوه وهنا ده الملمعات بقى كي 40 وكي 20 ده كي 40 سائل السائل افضل من ال ودي زمان ده واكس بولش برضو. هو كل ما الرقم زاد كل ما ال عشان النعومية يعني كل ما الرقم زاد كل ما النعومه زادت. الكي 20 عشان الرقم قليل جابوا عشان حبابات عاليه ده وده كي 60 كي 60 فاين كات بولش ده كومباوند على بولش يعني انما ده واكس ده بولش بس طبعا حمايه ويدي اللمعه واكس بقى واكس ده بيبقى شمع كده بعد 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 الكي 60 يعني اول حاجه الكي 20 هو فين الكي 20 الواكس ده كمان حتى لما دي امال ده ايه ده يا عم علي ده ايه ده حاجه كانت تنزل تروح الكويت عشان بيستخدموا ده المعجين تغيير سوق لا مش معجون كومباوند برضه بس حاجه خفه شويه عشان بيستخدموا هناك الايه؟ ايوه ايوه عارفها ولا مش عارفها؟ طيب الصوف عارفها عمرو بتاع الكي 15 ادي الكي 20 اهو الكي 20 ده في منه انبوبه برضه في انبوبه هو ده ما ده اصل كيلو دي لكن هو يعني عشان زي السوق والحاجات دي يعني اول حاجه هو ادي كي 40 بتاعه اهو انبوبه يعني اول حاجه هنضرب نبدا بالكي 20 بص ده كي ايه ده؟ ده كاربولا اما ممكن يتحركوا على حاجه عم علي؟ ممكن يتحركوا لو ما حدش عارف يا نهار ابيض ده سبت شغله بس الحمد لله المفروض اخد معاه مع بتاع تشرب شاي يا عم مش وقته بقى انا عايز اشوف اهم حاجه الحاجات اللي هنا ديت كي 20 كي 40 كي 60 كي 80 مش لازم 60 خليك على البوكس على طول بعد الكي 40 هنا دي حاجات دي بتبقى معموله لدول معينه تمام ما انا لاحظت انتوا بتصنعوا حاجات لدول معينه في حاجات بروده في حاجات حاره الله ينور عليك ايوه شو زي سنوات. لكن هو بالنسبه للنعومه خش على كي 20 كي 40 ده الدرج عند كي 60 ده الوكس كي 60 في وكس بقى في وكس كي 80 في حاجه انعم من كي 80 ايه ده لا 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 ما فيش هو انعم حاجه امال ده ايه ده عم علي ده احنا بنجرب اندر بودي مائي
زي اللي عندك اللي هو السبراي بتاع العتبة عندي. بنجربه وان شاء الله شغالين عليه يعني. ان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله. مش معاك حد دكتور حد هناك؟ بتاع ساتا هنا. هنا بقى ايه بيقصد؟ وانا هحاول اجيبها لكم كده. اصورها بقى اللي حابب ايه يفهمها ويعمل لها سكرين. يعمل لها سكرين مع نفسه. لقيت في الكشاف احسن. هنا يعني بيقول ايه كابسي بيز اللي هو الميتاليك تقريبا. يعني بيقول لك ايه ينصح لو هترص لو هترش بال ترشه بايه لو 1.2 ده الفونيا في الاي وفي الاو اللي هو شكل المسدسات واللغات من 1.2 ل 1.3. وهنا بيقول لك لو هترش بالاتش في اللي بي تقريبا يعني بيقصد كده. ودي بقى ايه بص الجدول ده عشان خاطر نتكلم فيه. دي انواع البويات بقى. لاتيكو بيز ده مثالي سيستم تبع كبسي. وكبسي دي ما ده سيستم برضو. وكبسي ايه دي مش عارف. لاتيكو مثالي سيستم برضك تبع كبسي. كبسي اس اي مش عارف ممكن تكون دهانات خاصه بالاخشاب. كبسي تي بي ايه ده تقريبا الرجاله اللي هو الاكريليك ال1 كي تهيألي كده. لسه انا حتى سأل عليه الباشمهندس قال لي ده بتفتح العلبه كده هو بيتفاعل مع نفسه بينشف مجرد ما بتفتح. ان سي تو كود ده ميتال ورنشات اللي هي النيترو يعني اهوت. تمام ممكن يعني يكون الجدول ده مفيد عند بعض الناس يعني. قلنا نصوره كده اللي حابب يشوفه. ودي دايره الالوان. دي الحاجات كده اللي خدناها النهارده اهي في الدوره. ان شاء الله بقى ايه الفيديو كامل هنسيبه بامر الله. بس مش بنتكلم بقى عن الحاجات دي. دي المسدسات اللي بتنصح بيها بقى في رش البيز والميتاليك والورنيش. وده ايه ده الجهاز. ده الجهاز ده اللي بيقيسوا بيه اللون. خمس زوايا تقريبا مكتوب عليه وايرلس سكرينه تاتش. وبالتالي بتوصل برضه اس بي ديت مش عارف بس شكلها حلو. كبس بريما. هو كبس بريما ده سيستم تقريبا. والله بتصفت ايه بقى المعجونه ديت. ماشي ادي كده بالصلاه على النبي المكان اهو خدنا فيه الدوره.